خبراء لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية يجتمعون اليوم لتقييم مسار جائحة كورونا بعد 3 أشهر من إعلان حالة الطوارئ الصحية عالمياً. بريطانيا تقفز للمركز الثالث عالمياً في عدد وفيات كورونا، وكوريا الجنوبية تعلن عدم تسجيل أي إصابات محلية للمرة الأولى منذ فبراير. اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا، ومطالب دولية بإعادة فتح معبر اليعربية في غمرة مخاوف من تحول سوريا إلى بؤرة لانتشار الفيروس. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة النيل، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار التواصل بين الدول الإفريقية لتنسيق الجهود لمواجهة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد على الدول الإفريقية وسبل التعامل مع هذه الأزمة. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مصغرة عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من القادة الأفارقة بما فيهم أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وعلى رأسهم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن القمة المصغرة جاءت لمتابعة نتائج القمم السابقة بين القادة الأفارقة للتباحث بشأن تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد على الدول الإفريقية ومناقشة سبل التعامل مع هذه الأزمة. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد ضرورة استمرار التواصل بين الدول الإفريقية لتنسيق الجهود وتعزيز العمل القاري المشترك بشأن مواجهة فيروس كورونا، فضلا عن الأهمية الكبيرة للتجمعات الاقتصادية الإقليمية بإفريقيا في هذا الخصوص، مشيرا سيادته إلى أهمية النتائج التي خلصت إليها القمم الإفريقية المصغرة السابقة، خاصة ما يتعلق بتأسيس ائتلاف رجال الأعمال الأفارقة، وذلك لحشد الموارد والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الصلة في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. كما أكد السيد الرئيس في ذات السياق أهمية تعزيز التحرك مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدعم الدول الإفريقية على المستوى الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل في ظل التداعيات السلبية على اقتصاديات الدول نتيجة انتشار وباء كورونا، وذلك إلى جانب توفير الدعم اللازم من الإمدادات الطبية والوقائية. كما جدد السيد الرئيس التأكيد على أن مواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي مع باقي الجهود القارية لمكافحة مختلف المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول الإفريقية، خاصة الإرهاب والفكر المتطرف. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة جديدة، بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 5268 حالة، من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخروجها من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كما يرتفع إجمالي الوفيات إلى 380 حالة. تواصل المستشفيات المعنية باستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا عملها على مدار الساعة، كما تقوم بتعقيم وتطهير منشآتها من وحدات وأقسام طبية.
ومن مستشفى ميت غمر العام ينضم إلينا مراسل النيل محمد حلمي للمزيد من المتابعة. محمد، اطلعنا على الصورة لديك في المستشفى والاستعدادات الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا. محمد، سنعاود الاتصال مرة أخرى بمراسل النيل محمد حلمي ونواصل معكم أخبارنا، حيث قال تيدروس أدانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن خبراء لجنة الطوارئ سيجتمعون اليوم لتقييم مسار فيروس كورونا المستجد بعد 3 أشهر من إعلان حالة الطوارئ الصحية عالميا. وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها المدير العام للمنظمة اللجنة إلى الاجتماع منذ 30 يناير، حين سجلت 82 إصابة فقط بفيروس كورونا خارج الصين من دون إحصاء أي وفيات. وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة أكثر من 228 ألف شخص في سائر أنحاء العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي في الصين. عودة مرة أخرى للشأن المحلي ومحمد حلمي مراسل أنيل من مستشفى ميت غمر العام. محمد، إليك وآخر المستجدات لديك في المستشفى والاستعدادات الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا. بالفعل ليلى، احدثك الان من مستشفى العام بميت غمر بمحافظه الدقهليه، واحده من المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. هذا المستشفى به مستشفى الصدر وكذلك مستشفى الحميات والمستشفى العام، بتستقبل الحالات من كافه القرى والمدن التابعه لمحافظه الدقهليه والتابعه لمركز ميت غمر. حتى الان تم في هذا المركز تحويل حوالي 14 حاله لمستشفيات العزل لتقديم البروتوكولات العلاجيه والتشخيصيه لها، كما يتم هنا ليلى عمل البي سي ار بمحافظه الدقهليه خلال ساعات للحالات المشتبه بها، وذلك في اطار القضاء على قوائم الانتظار وعمل التحاليل ووضع البروتوكولات التشخيصيه والعلاجيه للحالات. معي الدكتور احمد الطبجي مدير الاداره الصحيه بميت غمر. دكتور احمد، كلمني عن الوضع والاجراءات الاحترازيه، يمكن شايفين اجراءات احترازيه بتتم على مدار الساعه من خلال رجال مكافحه الافات بالمراكز الطبيه هنا في مدينه ميت غمر. كلمني عن الوضع الان وتقديم البروتوكولات التشخيصيه والعلاجيه على مدار الساعه للحالات المشتبه بها لفيروس كورونا المستجد. الحمد لله، احنا في مركز ميت غمر احد اكبر مراكز الجمهوريه على الاطلاق، بيسكنوا اكثر من 1 مليون نسمه. بنتبع تعليمات الوزاره حرفيا، بنطبق القواعد العلاجيه والاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا، وعلى مدار الساعه قسمنا شغلنا لقطاعين لنظامين، نظام وقائي وده مهم جدا ونظام علاجي. النظام الوقائي رتبنا 52 موقع فرق ترصد، فرق الترصد مكونه من اطباء وصيادله واسنان وكمان علاج الطبيعي، تمريض، مراقب صحيين، فرق بتجوب كل قرى المركز في المدينة، في 52 موقع صحي بيتابعوا المخالطين المباشرين وغير المباشرين لحالات الاشتباه أو حتى الحالات المؤكدة أو حتى حالات الاشتباه. في نفس الوقت بنقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار الساعة في كل قرى المركز والمدينة، بيشاركنا فيها طبعا وبكثافة إضافة إلى إمكانيات الدولة رجال المجتمع المدني، بيشاركنا فيها رئيس مجلس المدينة بأجهزته، بيشاركنا من الامس القريب طلبت مدير مصنع البتروكيماويات من القوات المسلحه، وخلال ساعات وصلني 2 طن كلور مباشره بطلب بسيط خلال دقائق
وصلنا 2 طن كلور مساعده في التطهير والتعقيم. كل دي اجراءات احترازيه. في نفس الوقت عندنا على الجانب الاخر اجراءات علاجيه جاهزين تماما لاستقبال اي حالات اشتباه في الحميات، في الصدر، في العنايه المركزه، في 3 مستشفيات من اكبر عدد مستشفيات مركزيه على مستوى الجمهوريه في مدينه ميدغامر. عندنا في مركز ميدغامر، عندنا مستشفى ميدغامر المركزي واتميدا ودماس مجهزين بصدر وعنايه مركزه وحميات لاستقبال الحالات. في نفس الوقت احنا على مدار الساعه بنتابع الحالات الاشتباه، بنتابع المخالطين المباشرين وغير المباشرين في اماكنهم، الفرق ترصد بتوصل لهم لمنازلهم على مدار الساعه لمده 14 يوم خلال مده الحجر المنزلي. الحمد لله الوضع امن، عدد الحالات غير مخيف، غير ماهوش خطير، الفيروس خطورته في سرعه انتشاره وليس له خطوره. كل اللي احنا بنطالبه، بطالب بس اهالينا في ميدغامر ونتوسل اليهم انهم يساعدونا، الدوله عامله اللي عليها، الاجراءات بتتم على كما ينبغي، كافه تعليمات الوزاره بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه بتتم بدقه. نتمنى بس من اهلنا حاجتين، نثق في امكانيات الدوله ونثق في قدرتنا التامه والفرق الطبيه على امكانياتنا على دحر هذا المرض وهذا والتغلب على هذا الفيروس. الحاجه الثانيه بطالب اهلي واخواتي وابنائي في ميدغامر بضروره يحمي نفسه، يحمي اهله، يحمي بلده ووطنه من هذا الفيروس. إذن دعني أؤكد لك ليلى أن هناك إجراءات احترازية وقائية تتم على كافة الأصعدة هنا في محافظة الدقهلية بكافة مستشفياتك ومراكزها الطبية التي تستقبل الحالات. ويبقى الكرة في ملعب المواطن المصري بعدم خروجه من البيت وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19. معك ليلى. نعم، شكرا جزيلا لك محمد حلمي مراسلني متابعة من مستشفى ميدغامر العام. قفزت بريطانيا للمركز الثالث عالميا في عدد وفيات كورونا، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الوفيات والتي وصلت إلى 26,097 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة رسميا 165,221، ووفقا لهذه الإحصاءات فإن بريطانيا تعد ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد إيطاليا في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس. أعلنت كوريا الجنوبية أنها لم تسجل اليوم أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير. وتم رصد 4 حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10,765 حالة. وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم لأشخاص قادمين من الخارج. وقالت إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ظل حتى أمس الأربعاء دون تغيير عند 4,633 حالة. عثر سكان منطقة بروكلين في نيويورك على شاحنات تفوح منها رائحة كريهة تبين أنها لعشرات الجثث المتحللة لمتوفين بفيروس كورونا المستجد. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الشاحنات المجهزة بالثلاجات كان بداخلها جثث تنتظر دورها في الحرق، لكنها تحللت نظرا للضغط الكبير الذي تشهده المقابر ومحارق الجثث في نيويورك في ظل تفشي فيروس كورونا والذي تسبب في وفاة 17,000 شخص. قال مستشار الرئيس الأمريكي أنتوني فاوتشي إن عقار ريمدسيفير يظهر أثرا واضحا في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد. When I was looking at this data with our team the other night, المعطيات تظهر أن ريمدسيفير ترك أثرا واضحا مهما وإيجابيا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد. إنه دليل مهم جدا ويثبت أنه بإمكاننا وقف الفيروس. عقار ريمدسيفير يمكن أن يصبح من الآن وصاعدا العلاج المقياس لمكافحة الحالات الخطيرة من COVID-19. لقد كانت النتائج الأولية واضحة لدرجة أن المسؤولين عن التجربة قرروا نشرها ليتمكن المرضى الذين عالجوا بأدوية وهمية من الحصول من الآن وصاعدا على ريمدسيفير.
سباق محموم ما يزال مستمرا على مستوى دول العالم أجمع للتوصل إلى عقاقير تسهم في علاج مرضى فيروس كورونا أو كوفيد-19. في الولايات المتحدة أعلن أنتوني فاوتشي خبير الأوبئة الأمريكي ومستشار الرئيس دونالد ترامب أن عقار ريمديسفير أظهر أثرا واضحا في مساعدة مرضى كورونا على التعافي، وذلك بعد نشر نتائج تجربة سريرية واسعة لهذا الدواء المضاد للفيروسات كانت موضع ترقب شديد، معتبرا أن ذلك يشكل دليلا على أنه يمكن وقف فيروس كورونا المستجد عبر الأدوية. تصريحات مستشار ترامب جاءت خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وكذلك متزامنة مع إعلان المختبر الذي ينتج العقار بأن العقار حقق أهدافه الأولية في أكبر وأوسع دراسة تجرى حتى الآن حول هذا المرض. وتشكل هذه الدراسة أول إثبات على أن أحد الأدوية يمكنه تحسين النتائج في محاربة كوفيد-19 الذي تسبب بأكثر من 227 ألف وفاة في العالم وألحق أضرارا كبرى بالاقتصاد العالمي. وفي بيان أصدرته معاهد الصحة الأمريكية التي أجرت الدراسة قالت إن عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات أدى إلى الإسراع بفترة تعافي مرضى كورونا بنسبة 31%، وأوضح البيان أنه مقارنة بالمرضى الذين تلقوا ما وصف بالدواء الوهمي تعافى المرضى الذين عولجوا بعقار ريمديسفير خلال 11 يوما بدلا من 15. وفيما يتعلق بمعدل الوفيات، سجلت المجموعة التي تلقت علاج ريمديسفير نسبة وفيات بلغت 8% مقابل 11% لدى المجموعة التي تلقت علاجا وهميا. وشملت التجربة 1036 مريضا في 47 موقعا في الولايات المتحدة و21 في أوروبا وأسيا، وتعتبر الأوسع نطاقا حول هذا العقار، وكانت موضع ترقب شديد مع تجربة أوروبية أخرى ما تزال نتائجها قيد الانتظار. أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية. بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 60,853 حالة وفاة. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أنها ستفعل كل ما بوسعها لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة. وقال ترامب أنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالعواقب على الصين بسبب فيروس كورونا المستجد. أعلن وزير الصحة اليمني ناصر بعوم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد في بلاده. اليمن بعدد سكانها الذي يقترب من 24 مليونا، 80% منهم يعتمدون على المساعدات، وعشرة ملايين يواجهون خطر المجاعة. أصبح الآن يواجه خطرا حقيقيا بانتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 5 إصابات بالفيروس بمدينة عدن. وجاءت الحالات الخمس الجديدة بالمدينة الواقعة جنوب اليمن، حيث المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا. وفي وقت سابق سجل اليمن حالة إصابة واحدة. ومنذ فترة طويلة يحذر مسؤولون دوليون في مجال الصحة من أن سكان اليمن قد يكونون عرضة بشكل كبير لمخاطر التفشي، وهو ما سيصعب رصده في بلد أنهك الفقر والحرب بنيته التحتية الصحية. اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا التي شكلتها الحكومة في عدن قالت إنها لم تستطع تعقب المريض الأول المتسبب في حالات الإصابة في اليمن، وهي خطوة هامة من أجل معرفة الأشخاص الذين ربما تعرضوا للعدوى واحتواء التفشي. وبعد الإعلان عن الحالات المصابة، أعلنت السلطات اليمنية في عدن حظر التجوال على مدار 24 ساعة لمدة 3 أيام بدءا من منتصف الليل، كما أغلقت السلطات المساجد في عدن حتى إشعار آخر، بينما أغلقت مراكز التسوق والمطاعم لمدة أسبوعين. طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن بإعادة فتح معبر اليعربية الحدودي بين العراق وسوريا لتسليم الإمدادات للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا. وسط صعوبة بالغة في كبح جائحة كورونا عبر جميع دول العالم،
يزداد الوضع في سوريا سوءا لتعارض مصالح أطراف الصراع هناك مع الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس. منظمة الصحة العالمية دعت بشكل عاجل إلى إعادة فتح معبر اليعربي الشمالي الحدودي مع العراق لدخول الإعانات الطبية والإنسانية اللازمة لمواجهة الموقف. حجم النقص في الإمدادات الطبية بشمال شرقي سوريا في اتساع. هذا النقص يحتم علينا أن نعالجه، خاصة مع تأكد ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المنطقة. إن منظمة الصحة العالمية قدرت عدم وجود تحسن في استخدام المعبر منذ يناير الماضي، بينما تحتاج المنطقة بصفة عاجلة إلى مستلزمات لمواجهة الفيروس. الطرف الروسي في الأزمة السورية تمسك برفض فتح المعبر خوفا من دعم المعارضة المسلحة بعدما أصبحت محاصرة أمام التقدم الروسي السوري. نحث بشدة شركائنا في مجلس الأمن على عدم تضييع الوقت في البحث عن سبيل لإعادة فتح معبر اليعربية واعتباره هو الحل الوحيد. فبدلا من ذلك يجب التركيز على إجراء حوار بناء بين منظمات الإغاثة والسلطات السورية، لا تضيع الفرصة. وفي المقابل دعت الولايات المتحدة إلى إعادة فتح معبر اليعربية، مثيرة المخاوف من تحول سوريا بأكملها إلى بؤرة لانتشار الفيروس القاتل. المعونات الضرورية لا تصل إلى شمال شرقي أو غربي سوريا، لذا المدنيون السوريون معرضون للإصابة بالفيروس. فإذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة فتح معبر اليعربية، سيواجه المشردون كارثة انتشار الوباء بشكل سيدمر سوريا. أما سوريا صاحبة الحق الأصيل في استخدام المعبر، عبرت عن رغبتها في ممارسة دور مؤسساتها الصحية في التعامل الطبيعي مع الموقف مثل سائر الدول. الوفد السوري يؤكد المطالبة بإنهاء فوري دون شروط للإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول الأعضاء كسلاح في الحرب الدائرة ضد سوريا. هذه الإجراءات تمنع المؤسسات الصحية السورية من إجراء التجارب والفحوصات وتوفير أجهزة التنفس وأسرة الرعاية المركزة ومستلزمات الحفاظ على صحة العاملين في المجال الصحي. معبر اليعربية الحدودي في شمال شرق سوريا يمثل أحدث دلالة على تداعيات الصراع الإقليمي والدولي في ظروف يحتاج فيه العالم إلى توحيد الجهود لمواجهة الوباء القاتل. أعلنت السعودية أنها ستسمح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها اعتبارا من اليوم، مع استمرار السماح بالتجول من 9 صباحا وحتى 5 مساء، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثنى والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية التي سبق الإعلان عنها. قال مصدر بوزارة الداخلية إن هذا الإجراء جاء نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة في مكافحة فيروس كورونا. وكانت محافظة القطيف شرقي المملكة تحت إجراءات العزل العام منذ 8 مارس لمنع تفشي المرض الذي أصاب أكثر من 21,000 شخص وأودى بحياة 157 في السعودية. قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا إن بلاده حددت خارطة طريق للرفع التدريجي لتدابير الإغلاق بسبب فيروس كورونا. بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها في إسبانيا بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن خطة لرفع إجراءات العزل العام المفروضة على البلاد للسيطرة على أحد أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في العالم. سانشيز قال إن رفع الإجراءات الصارمة سيبدأ في 4 مايو، وسيختلف من منطقة لأخرى بناء على عوامل مثل معدل تطور العدوى وعدد أسرة العناية الفائقة المتاحة. في أحسن الأحوال ستستمر مرحلة تخفيف الإجراءات الانتقالية نحو الوضع الطبيعي 6 أسابيع على الأقل. أمامنا شهر ونصف، وقد يمتد هذا الوقت ل8 أسابيع في جميع أنحاء إسبانيا، وبالتالي سنعود إلى الحياة الطبيعية بنهاية شهر يونيو المقبل إذا سيطرنا على فيروس كورونا في أنحاء البلاد. سنقوم بهذا الأمر على 3 مراحل، وبالتالي فعملية إزالة إجراءات الإغلاق لن تتم بشكل متساو في البلاد بأكملها.
يأتي ذلك بينما ذكرت وزارة الصحة أن إسبانيا سجلت الثلاثاء أكثر من 300 حالة وفاة بكورونا، انخفاضاً من 331 حالة يوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى قرابة 24,000، بينما زادت الإصابات إلى نحو 211,000 حالة. وفي بريطانيا التي توشك على الانضمام لمجموعة الدول الأشد تضرراً من كورونا في أوروبا، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن قرابة 21,500 شخص توفوا بسبب كورونا خارج المستشفيات حتى 17 من إبريل، وهذا الرقم أعلى بنحو 52% ممن توفوا داخل المستشفيات فقط، والذين قارب عددهم 14,000 شخص حتى تاريخ المذكور حسب بيانات الحكومة، مع تسجيل أكثر من 161,000 حالة إصابة. وبذلك تتخطى وفيات كورونا في بريطانيا العدد المسجل في كل من فرنسا وإسبانيا، لكنها تظل أقل من إيطاليا. إيطاليا أعلنت أن العدد الإجمالي للوفيات قرب 27,500 وفاة، لتكون بذلك ثانية أعلى حصيلة للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. كذلك ارتفعت حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا لأكثر من 200,000 حالة، وهو ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا. يبحث وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عبر الإنترنت اليوم كيفية مواجهة خطط إسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. يعقد الاجتماع بناء على طلب القيادة الفلسطينية. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن الوزراء سيبحثون في اجتماعهم أيضا مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة المخططات الإسرائيلية. وختام النشرة تذكرة بأهم ما جاء فيها. خبراء لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية يجتمعون اليوم لتقييم مسار جائحة كورونا بعد 3 أشهر من إعلان حالة الطوارئ الصحية عالمياً. بريطانيا تقفز للمركز الثالث عالمياً في عدد وفيات كورونا، وكوريا الجنوبية تعلن عدم تسجيل أي إصابات محلية للمرة الأولى منذ فبراير. اليمن يعلن تسجيل أول حالتي وفاة بكورونا، ومطالب دولية بإعادة فتح معبر اليعربية في غمرة مخاوف من تحول سوريا إلى بؤرة لانتشار الفيروس. ختام النشر، المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.